سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يوازن أقدار الرجال. فنتعلم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد. لما كبرت أم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر النبي إليها فأشفق عليها، فقال: من يتزوج أم أيمن وله الجنة؟ فقام أسامة بن زيد الذي تنزل اسمه في القرآن الكريم ثناء من رب العالمين تبارك وتعالى، قال: أنا أتزوجها يا رسول الله. فتزوجها. وكان سيدنا زيد أبيض وسيما، فأنجبت أسامة أسود أفطس كأن رأسه زبيبة. فلما رأى الناس ذلك قالوا: من أين لأم أيمن هذا العبد الأفطس؟ فصاروا يتقولون فيها. فجاء رجل من البادية قائف، يعني رجل من أهل علم الفراسة يعلم الأخبار، اسمه مجزز، فنظر إلى سيدنا أسامة وسيدنا زيد رضوان الله عليهما وقد غطوا رؤوسهما وانكشفت أقدامهما، فجعل ينظر إلى قدم زيد مرة وإلى قدم أسامة مرة يتعجب: هذا أبيض شديد البياض وهذا أسود شديد السواد، لكن هذه الأقدام قريبة من بعضها. فمجزز يقول: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إما أنه أبوه أو أنه أخوه. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أني رسول الله. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشبه الذي جاء بين أسامة وبين أبيه، فرحا بماذا؟ فرحا بانقطعت قالة السوء التي كانت تقال عن السيدة أم أيمن التي حضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسامة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ وهذا في الصحيح، قال: أسامة.